عندي المادة عندي انتوا اثنينكم اي شيء تصبرونه مو للنشر الحين للحين ماكو شيء الله قال اسمع قال يقول انا سعودي واحب جاره انا سعودي ترى وايد مستانسة صدق واحب جاره عزيزة وغالية بقلبي عطتني الطيب ومقداره خدت تقديري وحبي انا سعودي واحب جاره من قلب الرياض قررت اني انا احتفل بالاعياد الوطنيه الكويتيه في الاراضي السعوديه اخذت تقديري يا حياكم الله والله نورتونا في السعوديه وديرتنا واحده صح الله يسعدكم وشافت الكويتيين معنا وقسم بالله انه فرح يعني بقلوبنا الله يسعدكم مشكور ما تقصر الله يعافيك توريهم بس شو معلق ورني اي اكيد حياكم الله بسوي معاك حركه دقيقه خلك عطهم ظهر الكويتي مجتمعين شعرك يجنن ما شاء الله عادي ابوي خلاه كذا كل عام ايوه والكويت الكويت بخير بخير شكرا سعودي بس لابس علم الكويت والسعوديه ليش لان نحب الكويت كلنا واحنا نحبكم واجد السعوديه والكويت واحد برافو عليك مشكور كل عام وانتم بخير بعد وياك مشكور ما تقصر هالكلمات هذه بعض من الكلمات اللي سمعتها من اول ما دخلت السعوديه للحين حياكم الله ارحبوا اقلطوا اهل السعوديه اهل الكرم انا جدا 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 سعيده اني اخترت بالاعياد الوطنيه الكويتيه اكون في الرياض على كل الاستقبال اللي شفته من قبلكم صراحه الحمد لله هذا فضل من الله اولا وانتم هذه دولتكم الثانيه ما اعتبر انه هذا استقبال بالعكس هذا واجبنا وهذا من أبسط شيء إحنا نقدمه لكم وحياكم الله في أي وقت الدار داركم كل عام هو والكويت بخير وانت بخير مشكورة من تاريخها يشهد كتبها في بيت صفحاته وصلنا إلى صالة محمد عبده وهذا المسرح اللي راح نشوف فيه إن شاء الله واحدة من أهم الحفلات الغنائية اللي راح تكون في الرياض حياكم الله يشهد كتبها في بيت صفحاته وحاضر دومي يتجدد يعطيك الصحة والعافية وياكي هلا حبيبتي اثنيننا موجودين اليوم بالرياض نحتفل بالأعياد الوطنية الكويتية شنو تحبي تقولي؟ والله يعني احنا ممتنين لهم هذا الاحتفال يعني احتفلنا بالكويت ولا احتفلنا بالسعودية انا اعتقد بين الكويت وبين السعودية ماكو فرق الكويت هي السعودية والسعودية هي الكويت بنشوف ان شاء الله مشهد مسرحي مشهد 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 يعني مشاركة بسيطة حلوة فيها استرجاع الاشياء بيناتنا كانت جميلة اعيادنا الوطنية الكويتية من الاراضي السعودية شو تقول يبا اقول ما الكويت إلا السعودية وما السعودية إلا الكويت احنا نحتفل على أرضنا بعيدنا لأن عيد الكويت هو عيد السعودية وعيد السعودية هو عيد الكويت النجوم دائما في سماء الكويت واليوم بنشوفكم في سماء السعودية أكيد في مشهد كذي سريع يعني الإنسان لما يكون على أرض المملكة ينتعش وتطلع له كلمات كذي طبيعية جدا وإن شاء الله الليلة تطلع هذه الكلمات ونعبر فيها عن حبنا وعن متعتنا في وجودنا في المملكة جدا فخورة وسعيد أن يكون بين قامتين مثل أستاذ سعاد عبد الله وأستاذ سعد الفرج وإن شاء الله يا رب نشوف حفل مميز ومشهد مسرحي مميز من أرض السعودية في الرياض هلا وغلا يا حبيبتي هلا فيك أستاذتي الكبيرة حياة الفهد منورة الرياض طول عمرك الاحتفالات الوطنية الكويتية في المملكة العربية السعودية قولي خيرهم ما قصروا طبعا شيء واحد يعجز عن الشكر ان يحتفلون في هذا اليوم وهذا مو غريب عليهم يعني احتفوا فينا باشياء وايد واحتضنونا اشياء وايد وكثر الله خيرهم انا جدا سعيده حيا الله ابو خالد الله يحييك طول عمرك الله يحفظك مشكور على وقتك ابرك الساعات الله يسلمك وانا وايد مستانسه اني يمك صراحه الله اليوم الله يطول عمرك انا سعيد فيك وتواجدك بتغطيه هذا الحدث وحدث بصراحه الواحد يحتفل فيه ويحتفي فيه وخاصة في المملكة العربية السعودية إخواننا وحبايبنا وأهلنا وأقول لهم كل عام وأنتم بخير إلى الشعب الكويتي وإلى الحكومة الرشيدة ونقول لهم تهانينا القلبية إلى حكامنا حكام الخليج وأقول لهم كل عام وأنتم بخير في احتفالات العيد الوطني الكويتي جمهورك كله برا متحمس شو تقول له
أقول له أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله نقدم ليلة مميزة كويتية سعودية بأرض المملكة العربية السعودية. حياكم الله. شو أخبارك؟ الله يسعدك. أنا جدا سعيدة. أقول لي عن شعورك، قاعدين نحتفل بالأعياد الوطنية الكويتية في الرياض من الأراضي المملكة العربية السعودية. طبعا أكيد شيء جميل، وخاصة لما يكون في تجانس بين دول الخليج. يعني أنا اليوم أحتفل بالسعودي، السعودي يحتفل بالكويتي، هذه اللي متعودين عليه، مو شيء جديد على المملكة ولا شيء جديد على الكويت. إحنا متعودين على هالأشياء، بس اللي زاد هالمرة إنه حفل خاص للكويت في موسم الرياض. هذا بحد ذاته هو شيء 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 نفتخر فيه ونعتز فيه. مشكورين على هالحفل الجميل. شلون جت هذه الفكرة الحلوة المميزة؟ والله هذه فكرة، طبعا أول شيء هذا شيء واجب الحمد لله، بل هذه فكرة معالي المستشار تركي آل الشيخ. يعني قرر من بداية الموسم أنه يكون في ليلة حق الكويت، وهذه الليلة الحمد لله تزامنت مع أفراح وطننا بالعيد الوطني وعيد التحرير. فالحمد لله يعني التركيبة ركبت بشكل جميل، بحيث أنها تكون ليلة غنائية وفيها فاصل مسرحي، وإن شاء الله يعني أن نتوفق فيها الليلة. شنو هالحفل الجميل؟ شنو هالفكرة الحلوة؟ قول لي. طبعا أول شيء شكرا، شكرا من القلب للمملكة العربية السعودية، شكرا لأصحاب الفكرة معالي المستشار تركي آل الشيخ والهيئة الترفيه. طبعا سعادة لا توصف، وصلة غنائية جميلة كالعادة. يا مشكورة يا حياتي. ومحنين اثنين جينا من الكويت نحتفل بالأعياد الوطنية الكويتية بالأراضي السعودية، شو تقولين؟ عساك دايم بخير، والكويت بخير وبأمن وبأمان، والسعودية بعز وبخير. شوف شلون احنا نحتفل، هذا وطننا الثاني، قاعد نحتفل ببطننا الأول. قاعد تحتفل بالأعياد الوطنية الكويتية في الأراضي السعودية، شنو تحب تقول؟ والله أحب أشكرهم، المشاعر متلخبطة يعني الواحد ما عارف شو يقول. يعني نشكرهم على هذه المحبة والوفاء، وشيء مغريب عليهم وإحنا بين أهلنا وديرتنا. يعني كونها سابقة ولم تحدث هذه الشغلة قبل، يعني هذا شعور بحد ذاته مفرح ويدعو للفخر. يعني 3 2 1 رول داينو 2. أجواء وايد حلوة قاعدين نشوفها هني، موجودين في بوليفارد في الرياض بصراحة، والناس كلها مستمتعة ومستانسة، وقاعد نشوف وايد كويتيين جايين يحتفلون اليوم بالرياض. اثنين جايين نحتفل بالسعودية مستانسين حيل حيل حيل، اللي قاعد نشوفه يمكن شلون أبين لك الفرحة ما تنوصف. الأعياد الوطنية الكويتية في السعودية، شو تقول؟ طبعا طبعا كل عام وبلد الحبيب الكويت بخير، وعسى الله يعم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل دولتنا الحبيبة، وأيضا في ظل وجود الخليج العربي اللي جاي يحتفل فينا اليوم، وتحديدا في الرياض في البوليفارد. أعياد الوطنية الكويتية تدرين 25-26 فبراير؟ اي نحتفل بالكويت بعيد الوطني والتحرير. انت من الكويت؟ اي يا هلا هلا بيك. يعني مثلي انت سعوديه تحتفلين؟ اي. ايش رايك بالمكان اول ما دشيتي؟ والله يونس. حبيتي؟ ما شفتي داخل؟ والله انت للحين عند البوابه، دشي داخل واستانسي. الحين داشي. عليك بالعافيه. الله يعافيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كلامك بخير. كنت بخير.